من كذا عندنا RDT Deckzone, the Yu-Gi-Oh player. Because, you know, that's where that word comes from. Oh, Popeye was really good. So this is actually a very good match. Okay, we have a match here. انسمع انا قاعد اسوي ميكس عربي انجليزي بس كم حاول عربي عندنا باباي عندنا تكزون فالكن كيك من شيء زين فالكن كيك من سريع لايك يوم يكونون قريبين منك مره سريعه وما يمديك تسوي رياكت على انه بدت فالكن كيك يمكن يسوي هالشيء وبعدين بانش يا بس يوم يسوونها من بعيد كايند لايك بانجو سايد وي حقته بعد So, من قريب الحركة مرة زينة. Very good move. من بعيد not so much. Okay. Like kill option. Down smash. تذبح. Takes the first stock. Just run up shield. مرة patient. Just. يعرف إنه عنده advantage. Yeah. دائما. لازم يسوي شيء. دائما لما يكون عندك advantage لازم تكون بعيد يعني. خليهم يجيبون العيد بعدين سوينهم punish. Wow. الموت يرجع أحس. لويجي لو كان شوي يمين ما كان راح يسوي كذا ماجنتان فورتل طلع برا المرحلة احمد كان ستراجلينج بالذبحة هنا توقعت بيروح اللابي بس غريبة مرة يعني فل اوبشن حاليا مرة كويس I saw that. No comments. Okay, he has 70? Yeah, what the hell? That's kind of hard. Back air. Dash attack. Up smash. Nice. Okay. Yep. تكزون جالس يرجعها شوي شوي. داون سماش. الفكرة كانت حلوة. Very good option. Option cover. يسوي نير أول شيء بعدين داش أتاك الجهة الثانية. بس علشان يسوي cover two options. حلوة. برا الجيت أب أتاك رينج ما صاد الجيت أب أتاك فنش بعد. اوه سيون فتشات اكلها نورمال داون سماش بعد تغطي الرول سايد بي اب سماش اب اير اوكي الحين المباراه ايفن المباراه ايفن يا احمد رجعها حلو والله كان ليد حلو لباباي نشوف ايش يصير الحين اب سماش من باباي بس ما تصيد بس وخر ريست للنيوترال فالكن كيك تصيد حاول يقرا اير دوج لكن ما ضبط يطقها بالسير بورت سماش اوكي بس راح الجهه الثانيه فما مات لو سماش ما سجل اوكي اوكي وان مور اجقار اي شيء يذبح الباباي هنا بس اجد اوب سماش نايس 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 حلو شاف يسوي داش اتاك اب سماش اوت اوف شيلد 1-0 ما دام اني طلعت من الدوري الحين لا يا رب اللي سامعين ما انفجروا عيونهم بس بدر تبي تتكلم؟ He paused, he should be DQ'd. ممكن يشتغل الباز، الباز إذا سويت باز يمدي اللي ضدك يقول يو نو سوي كويت من ستارت هو هي لاست ذا جيم بس لايك خلاص هو اوريدي خسر لايك يا كان يبغى يطلع عشان بسرعه يطلع بس This is يعني this isn't evil لا تخاف يا يا تك يو اوه so that always does that and the second hit doesn't hit قاعد يسوي احمد سايد بي بعدين يسوي اب سماش انا فاهم ان هذه مو كومبو بس قاعد تصيد اي بيكوز ينزل له اور سمثينج اتس كوز يعني ات سيتس هيم اب اون ذا ليدج ويت ويل كفر اولموست افري اوبشن اون جيت اب اند اف هي اف هي تاكس اور نوت اف ات واز لافن هي وود هاف يو نو ميك هيم دي كيو
DQ what he lost this stuff. Godoin better loves Luigi. مرة 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 I love Luigi. يطلعون كلام. حلو. ثواني بس. ما تذبح لسه. I don't hate Luigi with like a burning passion or anything. لا تخافوا. Oh wow. شفت أحمد walking slowly. إيه. The mango. يطلع لك هذا اللي. حلو من جديد. Punish عند داش اتاك. سوي له بلوك. Punishes correctly. دي مرة أبي. الحين they're both at kill percent. Here we go. Misses it again. Popeye. He's a bit out of practice. Yeah. Got people running in the venue. I don't know what's going on. ما عنده shield. Zoning out of the fairs. Just playing neutral. Okay. Nice. That dash attack, that dash grab is so fast. Okay, yeah. He just teleports to you. تسمع sound effect حق DBT تعرف he's... They are both at kill percent. Oh, okay, I know who's saying this, okay. I got it good. Who's saying I love Luigi? Well, it's someone else who also hates Luigi. أعتقد الوحيد اللي at kill percent أحمد الحين. Yeah, yes, definitely. Like, wanna be punished. Okay. Zair will protect you from Medri. Jahannam will protect you. Nice. So he just got a good read of, you know, Popeye يحب يسوي shield هنا, فقاعد يسوي mix in الأبي command grab. Falcon basically cannot edgeguard Luigi. يعني the recovery it's not possible. He goes way too low. Like if you do it, unless you edgeguard him with the up B itself, you will die if you go that low. I feel like him D but in another way. يعني he can try low percent him D حاول him D حاول يروح قدامه علشان على الأقل يصد السايد B. He just body blocks. He charges up the side B until he's like at the blast zone. Yeah, that one is kind of tough. You can to mention like early side B, like so you'll have body block. With the far side Bs, you play a character who can edgeguard it easily, or you can't at all. There's no in between. يعني. You have to go way off stage. علشان تطقه. طيب. Nice. Jab. حلو البارش على الباك هير. أبصر شاب الشيل. Back here is kind of safe though, so maybe أحمد حاول يسوي شيء out of shield. Or like try to act on the back here, I'm not sure. Dash attack, no jump. Yeah, I feel like Popeye should have went out there. Yeah, no jump there. Nice. Okay, down tilt, get him off stage. Situation's in. Ooh, what? Up tilt? That might be death? No, good guy. Nah, not yet. Ooh, up B. Down smash, let's see, 2 frame, Lissa. Oh, that was not good DI there. Yeah. Yeah, again, no jump. Popeye just taking it safe. Get it how C2 frame. This is now basically death percent for anyone, honestly. Yeah, very tense situation. Falcon معصب بزيادة. Oh wow, no punish. I حس البفر خرب عليه هناك. It was so laggy after the thing. Oh wow. That tilt would have probably killed like honestly. Oh, ooh. Back here. Yeah, that's it. Two, but this is best of five, right? Is it? Yeah, I believe. This is best of five, right? Yeah. Okay. Yeah, it's best of five. Best of five. Okay, we'll do. I thought that was the last game. No. Okay, we'll do. There's still reverse 3-0 potential. Yeah. We'll see, though. Okay. Yeah, it was sure, guys, there's some nice backers, okay? يوم you know تكون لكن مرة بعيد وعند سوي رار باكير out of nowhere and it hits, it's a call out. So it's a nice backer. Some backers are nicer than others. Yeah. By the way, who's this guy spamming the chat? Cool. I think I'm gonna talk about. See ya, bro. I don't know who he is. Yeah, whatever. I'm not sure if we freaking anything in Twitch. Okay, nice punish. I think you could have gotten way meatier punish than that. That's okay. Yeah.
Oh, that is a very. Now he can. Oh. Wow. شوف كيف تزحلق على الأرض. يلا ما أبد ما توقعها أحمد. You know, yeah. ما عندك توقع شيء يصير مرة بثمان مرات. Oh. Shit. Okay. By the way, صححني ما أدري إذا تجيك مرة كل ثمان مرات ذي اللعبة. Is it one out of eight times? And, something like that, yeah, I'd say. I think so. But with Khaled, it's like 7 out of 8. That's how you know he means Luigi. If that's he can misfire at will, like, yeah. Yeah. He'll get a misfire. Red Fire taking the first stock. Oh, set. See, that is the best use of the Zer. The Zer, you can just throw it, hope that someone clanks with it, and punish then you can them. Do whatever. You can up B them off of the clank. Oh that's God. How good that's it is. Kind of and famous. It's obviously 100% safe to throw it out, besides getting perfect shielded at point blank. That's the one exception. But even if you perfect shield it at the distance, you're safe. What? Popeye tried to grab there, missing the reverse of B. That's death. It's kind of fast. Yeah, that's death. And also, Luigi's grab is quite slow. Yeah, you can't use slow. It as a punish. Yeah. It's definitely one of the slowest grabs in the game. Yeah. For a reason, it's the reward on it yeah. is... A lot, is it, you know, it's humongous. I don't think they had that in mind, but it's a good ratio. Yeah, and he gets the Zer from it. Yeah. If he had his normal grab, he wouldn't be able to Zer, which is a huge, would be a huge debuff to him. He gets a nice zero to death too, and good like kill. It's a good kill throw. Okay, the back throw, that's good. The dash attack just goes through the fireball. Screw your fireball. Yeah. Situation. Just nice. Triple covering, jab. Yeah, covering multiple options there with the nair. That is the only way. That is there. The only way you can edge guard that. It's like Vedder said, like, gonna dip low and up B. It's pressure. Popeye. Yeah. Okay. Popeye original behalf. Let's go. Let's go. Where's the Sabanakh in the Yeah. فجأة لويجي يصير معظم. Okay. I'm just walking around. The nair. Yep. Oh, that's. No, oh, I could have really punished them. Side B gets blocked. I thought he was gonna upbeat him. Yeah. Honestly. I don't think it would. It pushes you too far. I think to be upbeat. So. I think. That might be true. But I it's kind of weird. But the other hand, upbeat. It's like, oh, they're not in range, but sometimes in like gone. It's. Yeah, it's just jank, الصراحة. Like half the stuff in this game. This. Let's see. Oh yeah, he was like to okie doke him. That's like you know, like roll وراه بعدين say the throw. That like as a ledge throw. Ooh, I. No one would have expected that. Yeah. He literally never went off stage literally, this whole game. But the whole set, Timken. Not even the game. The whole set, Matala. Oh shit. Okay, he can. The whole set he didn't go out. Yeah. He was just doing save two frames. Here is not even two frames, he's just like dropping the Zer off the stage. Yeah, that or like trying to two frame with down tilt or down smash. That's it. That up that. B killed him. 2-1. That was an all or nothing up B. Okay. Vedder gotta go play doubles? Yeah. Okay. This match is so good. ما عندي اصلا ما جبت كنترولر انا فشوف بس انا لاي احد بعد الست ست حلو ست حلو oh this I think this is round 5 or like yeah it's like one of semis something I should fix that later but since we're here let's just do this let's do the set حلوة لف سماش just trades with it just get the kill نعسوس معكم السابع wait طلعت والله مين اللي طلعك خالد خيّن تقابل انا خالد اول يوم تبيت خالد اوكي خالد blowing me up بعدين خليني اسوي كومنتيت ماتش اوكي ابي من احمد كالعاده يعني مرات اظن مرات لا باباي كان متقدم 2-0 الحين احمد اوكي 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 طيب
باباي مشكلته انه لما يكون متقدم دائما يحس انه راح يفوز خلاص فيغير اللعبه ما ادري ليش يصير لعبه اسوء مره سيف maybe too safe يعني هنا شوف he doesn't really fight to شوف انا اكثر مره سويت كمباك على باباي بدون ما اكسس فهمت بس كذا هو مشكلته اذا جاب يفوز على ايش خلص جيبها شوي مشكلته هو اذا جاب يفوز يعني تحس انه خلاص يحسنا بالفوز فما يلعب زي الناس زي قبل يعني maybe غير شيء محدد بالبلاي ستايل بس ما اعرف like maybe اوفر كونفيدنت ولا بس يمكن دفاعي اكثر ما ادري يعني كذا يصير متهور ولا يلعب سيف يلعب متهور اوكي يعني يسوي اغراض عاده ما يسويها يب اشياء قبل كانت تضبط ما تضبط عليه الحين تضبط بس sometimes هذه تصير when you're close to winning a set like oh shoot بفوز في مره بعد سويها مع مقابله كذا مو مقابله بعد ما كان كان متقدم عليه 3-0 طيب كان كذا 2-0 بستوكات بعد كان 3 ستوكس متقدم بعدين فزت الجيم بعدين جو كلموه بعد البطوله قالوا له ايه جاك خلاص توقعت اني انا فزت اصلا فعشان كذا هاي مشكلته لو الحين يكمل على ذا الشيء توقعنا ان احس لايك الحين قاعد يسويه اي دونت لايك زيرز لايك اوكي قاعد تحصل دامج بس في نهايه اليوم راح يرجع اي لو انه يحط زير فجاه يطلع له اوكي يا يعني زير ويطلع له ولا يعني حتى الحين بالست كله طلع مره واحده يمكن اوكي فايتس لايك ضد فالكن احس انه بتطلع اكثر صراحه يخوف فالكن انا رويا خاف انا مع سيف رويا خاف بس لايك ارد مان ميبي يمكن اني لاعب ميلي متعود انه مخيس الريكفري حقه يا اتفلسف ما ادري يلا زير يلا يا زير الحين طب اطلع او مره اسوي كذا رول باك ثرو نو جست داون بي او بدي اي ذا سك كان بيسوي دي اي بس هي واز لايك 185 لايك يب. حتى مع دي اي زين ما الصراحه ما اتوقع هي ما تذحل من فوق وات مشكة داون بي مشكة حق الداون بي حق لويجي السلام عليكم انت كم وصلت بطولة؟ الحين وين السيميز؟ بيلعب مع السان 7 ها؟ 7 سنة 7 طلعت؟ ايه احلم والله وات؟ خذ العلي اتس فاين ذو هي يلا عاد سويت ابست عادي اصلا جاي الحين خلاص ما يمديك تقول اوه ما صار لي ابست الحين يو كان بي لايك وات ايفر صار لي ابست لا اصلا انا جاي بطولة كذا بدون توقعات فهمت بس جاي كذا عشان نشوف شو اصلا حلو لأن صراحة حسيت إن بعد الميجر ذاك ما ودي ألعب بطولة يعني بعد الميجر ذاك أحس الكل كذا حتى بوخ ما جاء like منو السنين أوكي حط ويفت ترينر أوه حط بكون ترينر أوكي ويفت بعدين ويفت ترينر same character نفس الشيء كل شخصيات مرضى يعني كل أحمر كلهم ترينرز وكل واحد يوغا واحد بوكيمون كلهم يلعبون فيهم مرضى سكورتل سايد بي سكورتل اوغا هذه يلا الفريكن البول نفس السايد بي كلهم شذا هو نفس السايد بي سايد بي غير شخصية سايد بي والترينر يرمي سكورتل بعدين سايد بي اي سوري يرمي سكورتل بس شكل ليف نوتر بي هذه ريزر ليف وسايد لا شوف لا ولا هذه اللي خطأ لا سايد بي هي ريزر ليف سايد بي تشارزارد يرمي ريزر ليف مرة كبيرة اوكي الجيم ايفن ترى الحين نقدم شيء باباي خش كيف راح يرجع ديكسون اوكي اتوقع رول بس وخر شوي خلاه يسوي قتب اوه نايتر دوج الداونت حقتها متخلفة ما اتوقع تضرب تحت اللج حق تو ترينر بريذنج اور از اي لايك تو كول ات فريكن ليميت او نا نايس داي نايس داي فور نو ريزن اي كول ات كات تو سويتش تو جانن كات تو سويتش تو جانن تجي والله تجي افتر تذبح 90 ايش داو اوه نايس حلو نزله وانتظر ليه ما حصل له في يلا الليميت اوكي جاندر فير جاندر فير بالسريع باك ثرو باك هير قصدي وار باك هير
احمد قاعد يهاي افتلت نايس حلو حلو فيشن حلو حلو سايد بي يرجع مسز الستامب ما اعرف اوكي امتي هوب جراب ذا كلاسيك ميكس اب سماش فيري سيف اون شيل حلو البيري بعدين داون تولت بس باقي ما يموت كل شيء قاعد يروح تحت بعدين يصيده اوه نو باباي اوكي هذا اخر بيحاول يسوي ابي من جديد اخر ستوك باباي خلينا نشوف ايش راح يسوي على قولتهم الخوف نير ابير هل عنده هيت بوكس ابير 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 سماش فور ابير سبايك اعرفه والله باباي لازم يطلع للمكان لازم يطلع للزاوية مسك الميد جمب من جديد لبي تيكس ات احمد تيكس ذا حلوة الادابتيشن اللي جت منه نايس نايس يا ريفرس ريو